كل جرائم وفساد النظام المصري كوم وجرائم وإفساد العدالة كوم لوحدها. أكبر دليل على اللي حصل من إفساد العدالة هو اللي حصل مع المدعو إسلام البحيري بتاع تكوين. البي عليه قضية شيكات بدون رصيد ومحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات. اتقبض عليه لكنه خرج بكفالة 20,000 جنيه من غير ما يتحبس دقيقة واحدة. الكلام ده مش كلامي، ده كلام فيتو. إخلاء إسلام البحيري بكفالة 20,000 جنيه. طب والحكم؟ مش بس تم الإفراج عنه بكفالة، ده كمان عنده جلسة استئناف النهاردة. كان عنده، ما حضرهاش من أساسه. تخيل؟ أو والله إسلام البحيري يتغيب عن جلسة محاكمته وقرار من المحكمة. وطبعا مع تغيبه عن الجلسات المحكمة قررت إيه بقى؟ قررت تأجيل نظر الاستئناف لجلسة تانية في ديسمبر الجاي، تأجيل معارضة إسلام البحيري في قضية شيكات بدون رصيد. يعني واحد نصب على حد في قضية شيكات بدون رصيد، اتخبط حكم 3 سنين، يتقبض عليه ويطلع كفالة في قضية تانية بقى وفي استئناف فيها، ما يروحش الاستئناف. ده نموذج من قضاء السيسي اللي هو قضاء الحاجة. الناس اللي ما ينفعش تتحاسب ولا تتعاقب. ليه؟ لأنه إسلام البحيري شغلته إنه يشكك في الدين بس، إنه يهاجم الإسلام وماله. يقول في السنة البدع بحرية، لكن هتغلط في السيسي قسما بالله ما هتشوف الشمس. هتنتقد الفساد اللي بيعمله السيسي، والله العظيم ما هتطلع من بره السجن، تختفي وراء الشمس من غير بقى لا محكمة ولا تهمة. وده اللي بيحصل مع علاء عبد الفتاح. علاء عبد الفتاح يمكن يكون في سن إسلام البحيري، بس في فرق كبير جدا في المواقف وفي الشخصيات وأيضا في تعامل النظام. اللي يجمع بين البحيري وعلاء عبد الفتاح إنهم الاتنين فضحوا العدالة العوراء. البحيري فضحها بأنه خرج بكفالة بقضية شيكات بدون رصيد. أما علاء عبد الفتاح فالحقيقة بتنتهي مدة عقوبته أصلا، لكن لسه النظام بينكل بيه. مطالب بوقف التنكيل بعلاء عبد الفتاح واحتساب مدة حبسه احتياطين ضمن عقوبته. تخيل؟ الاتنين فضحوا العدالة في مصر، واحد فضحها بالتواطؤ وواحد فضحها بأنه كشفها. يوم 29 تنتهي محكومية أو الحكم بتاع علاء عبد الفتاح، عشان كده في ضغط الإفراج عنه رغم أن النظام رافض احتساب مدة حبسه احتياطيا. ده هو الموقف المصري، أفرجوا عن علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر يوم انتهاء محاكمته. تخيل علاء إسلام البحيري اللي بيشكك في ذمة الصحابة هو نفسه ذمته قدام القانون صفر. بس عادي البحيري يخرج لو عليه شيكات ولو عليه أحكام ولو في قضية دعارة يخرج، إنما نعمل تهمة هلامية اسمها نشر أخبار كاذبة نحبس فيها العاطل بالباطل، زي رسام الكاريكاتير أشرف عمر اللي صدر تقرير حقوقي بيشكك في دستورية المدة دي، وعلى أساسه وعلى كل اللي تم اعتقالهم بسببها انه اعتقال باطل. ده اللي قالته موقع المنصة في الخبر دي، يحاسب بها أشرف عمر تقرير حقوقي يشكك في دستورية مادة نشر أخبار كاذبة. إنما على إسلام البحيري يطلع، أصل إسلام البحيري له مهمة. مهمة إسلام البحيري إنه يشكك في ذمة الصحابة وينالهم بكل سوء، ودي ناس بقى ماتت من سنوات، من آلاف، من 1000 سنة وكسور. فالراجل ده احنا عايزينه. إنما علاء عبد الفتاح أو أشرف عمر أو غيرهم دول بيشككوا في ذمة النظام اللي بيحكم. عادي البحيري يروح بيته، بس يتم التنكيل بالمرشح الرئاسي السابق الدكتور الكبير في السن عبد المنعم فتوح، لدرجة انه يرفض الخروج للزيارة بسبب الإهانة اللي بيتعرض ليها ووضعه في كابينة زجاجية أثناء الزيارة. ده اللي قاله ابن الدكتور أبو الفتوح في البوست ده.
النهاردة أبويا رفض يحضر الزيارة في الكابينة الزجاجية أو المقبرة الزجاجية على حد وصفه، وطلب الزيارة تكون طبيعية. للسنة الخامسة بنزور في كابينة زجاجية بدون إبداء أسباب التغيير من زيارة طبيعية في مكتب داخل السجن للزيارة في أوضة متر في متر فيها تليفون وحائل زجاجي يفصل بيننا. طول الفترة دي لم نتوقف عن طلب الرجوع للزيارة الطبيعية، ولم نتوقف عن رفضنا للأسلوب اللي بيتم به الزيارة. سنين بتعدي محدش بيسلم على أبويا ولا حتى أحفاده. بنتي الصغيرة في عامها السادس وما سلمتش عليه حتى الآن، بالرغم من إنها بتروح الزيارة من حين لآخر من ساعة ما اتولدت. علاقتها بي كلها من خلال التليفون والزجاج. أبويا كان بيتنقل بترحيل وتأمين مخصوص من سجن المزرعة لسجن شديد الحراسة 2 اللي لازق فيه منطقة سجون ترى، عشان يزور في كابينة وتليفون وما يزورش زيارة طبيعية. مكان الزيارة في سجن شديد الحراسة 2 سابقا أو حاليا في سجن بدر مكان مش إنساني فعلا بسبب الحر الشديد، ومفيش داخل الكابينة المروحة أو حتى شباك أو أي مصدر للتنفس. النفس بيتقطع جوه. اشتكينا لإدارة السجن وهم بيحاولوا يساعدوا في حدود إمكانياتهم وصلاحيتهم، لكن للأسف سنين بتعدي ومفيش فايدة. في يوم من الأيام مسؤول ما في جهة ما أخذ قرار تغيير الزيارة بالشكل غير إنساني، بالشكل ده اللي غير إنساني ده للأسف، ولم تنجح كل محاولات الوصول لمسؤول يراجع القرار ويعرف تبعاته. أبويا بعت رسالة للمسؤول عن حبسه بيطالب فيها أن الزيارة تكون بشكل طبيعي وإنساني، ويعرف يتواصل فيها مع أولاده وأحفاده بعد 7 سنين من المعاناة في حبس انفرادي ما فيهوش أي نوع من أنواع التواصل الإنساني مع بني أدمين. وأنا بقول بلا زيارة خالص ويخرج بالسلامة يا رب. الحرية لأبو الفتوح. أيوة طبعا، إسلام البحيري يبات في بيته عادي وعليه حكم 3 سنين ويتمتع بحياته. إسلام بفكرك تالت اللي كان بيشكك فيه ذمة الصحابة، ذمته هو طلعت في شنك، لكن يتمتع بحياته. على فكرة حتى لو قاتل، حتى لو قاتل، لكن السياسي الأستاذ يحيى حسين عبد الهادي يبعت رسالة مع المحامي الحقوق خالد علي يقول فيها إيه بقى؟ شوف الثبات. إن السجن بالنسبة له، نسمع كده. الله يخليك، هاتها. حضرت اليوم رفقة الزملاء أحمد صبري أبو علم وعمر عيد جلسة النظر في أمر تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي والقرار استمرار الحبس 15 يوم، وطالبنا المهندس يحيى حسين أبلغوا الجميع السلام واسألوا الطيبين من أهل بلدي أن يدعوا لي بالثبات والصبر، فإذا كان السجن قد حبس بدني وكسر قلمي فلن ولم يهزم روحي أو يكسرها. أنا فخور بكل ما قدمته أو كتبته ومتمسك به ولن أتراجع عنه، وراضي بأي ثمن أدفعه من أجل مستقبل هذا الوطن وشعبه. ده اللي قاله المهندس يحيى حسين عبد الهادي. صدق، ولازم تصدق الكلام ده، إن في عهد السيسي البحيري يخرج من حكم محكمة بكفالة في الوقت اللي صحفي وزوجته معتقلين وسايبين وراهم ولدين، واحد 4 سنين والتاني 6 سنين. يعني الولدين دول محتاجين أم وأب. تخيل الاتنين مسجونين، وتوصل إن الصحفي يطلب من المحكمة إنه يشوف زوجته المعتقلة عن طريق شاشة العرض اللي في المحكمة. وده اللي قالته الشبكة المصرية في الخبر ده. الشبكة المصرية بتقول أهو، هات الخبر كمل. صحفي مصري معتقل يطلب من المحكمة رؤية زوجته المعتقلة منذ عام عبر شاشة المحكمة في سابقة تعد الأولى من نوعها في المحاكم المصرية. تقدم الصحفي أحمد صبري بليسي
البالغ من العمر 34 عام المحبوس احتياطيا في سجن أبو زعبل يطلب إلى غرفة مشورة محكمة جنايات القاهرة لتمكينه من رؤية زوجته السيدة أسماء عبد الرحمن عبد القادر ربة منزل وأم لطفلين 4 و6 سنوات والبالغة من العمر 32 سنة المعتقلة في سجن العاشر من رمضان للنساء والمحتجزة معه على ذمة نفس القضية منذ اعتقالهما في 20 نوفمبر 23. فمنذ ذلك التاريخ لم يتمكن الصحفي من الاطمئنان عليها، بينما ترك الاثنين خلفهما أطفالهما الصغار دون رعاية. بس إسلام البحيري ينام في بيته عادي وينام في فرشته معزز مكرم، ومئات من أسر المعتقلين بيطلبوا بس بأنه يتم دراسة المبادرة إلا قدموها قبل كده للإفراج عن زويهم المعتقلين بعدما تلقوا وعود بأنه هيتم النظر فيها.